مستعده النهارده لمغامرتنا؟ مستعده. طيب بما ان قلبك مقويكي كده وفاكره ان المغامر بيقول انا مغامر وخلاص، فانا اول حاجه كنت عايز اسالك عليها، انت اصلا بتحبي المغامره ولا انت من النوع اللي بتحسبيها جدا؟ بحب المغامره قوي، وبحب اسافر، وبحب اتجنن، وبحب ما يبقاش فيه خطه خالص. مغامرتنا النهارده محتاجه قلب جامد جدا، وعشان نبداها محتاجينك تاخدي تاشيره المغامر، فهنسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد المغامره ولا لا. ماشي. تمام. اخر مغامره عملتيها كانت في يوليو 2021 وكانت سكاي دايفنج برضه، انت ما بتحرميش؟ انا من وانا صغيره نفسي اعمل سكاي دايفنج، ودي من يعني اون ماي باكيت ليست اللي هي حاجه لازم اعملها، فمبسوطه قوي ان انا عملتها، وعملتها في بلد حلوه قوي، وكان في تحتيه بحر، وكان خضار، وكان كانت تجربه لذيذه يعني قوي قوي. بما ان المغامره فيها طيران، عايزاكي تقولي لنا اسمك لو هيبقى سوبر هيرو بيطير. سوبر مايونة. طيب عندك جرأه تقولي لنا تاريخ ميلادك كام؟ 9 نوفمبر 1997. مكان في مصر نفسك تروحي تعملي فيه مغامره؟ مكان في مصر؟ بصي انا رحت اماكن كتير، رحت سيوه يعني من احلى الاماكن اللي رحتها، رحت دهب، بس انا ممكن احب اروح قوي طابه. اوكي. او احب اروح قوي سهل حشيش، احب اروح سهل حشيش، انا رحت سهل حشيش بس كنت صغيره فعايزه اروح تاني. طب ايه اكتر مكان يعني كنت مبسوطه فيه وانت بتزوريه او بتعملي فيه المغامره دي؟ دهب حلوه قوي. اول اكله عملتيها في حياتك كانت ايه اصلا؟ يعني نودلز بقى. ده مش طبخ يعني، عايزه طبخه عايزه طبخه. مكرونه مثلا، عملت مكرونه بس فشلت، ما كانتش حلوه خالص، بحاول اعمل وايت صوص بس طلع يعني وايت عجينه مش وايت صوص للاسف. برافو عليكي. دي كانت اول حاجه، بس انا دلوقتي احسن يعني، دلوقتي بعمل اكل كويس. احنا دلوقتي خلصنا الاسئله. اوكي. هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بفي ار تيست، وهنشوف ايه اللي هيحصل. انا مش عارفه يعني ايه بس اوكي يعني هتشوفي دلوقتي، هتجربي هتلبسي اللي هو ده. يس. طيب يلا بينا. انا كده بطير كده بطير يعني. يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ لا دي طلعت حلوه اللعبه. الله حلوه قوي. اهو بلعبها اهو. لا 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 لا. خلاص. مايان برافو عليكي، انت 98% مغامره. ايه ده بجد؟ وده هيديكي لقب مغامر. لا ثانية، أنا فكرت إن أنا هسقط والله. فكرت إن أنا هاخد زيرو. أنتِ خدتي لقب مغامر مش سهل خالص بجد. فأنتِ دلوقتي جاهزة لتأشيرة المغامر؟ أنا جاهزة فعلا. تمام. قبل ما نعمل مغامرة هتعملي فويس نوت، الفويس نوت دي هتبعتيها لنفسك فيها أي إحساس أنتِ حاساه، وهنسمع الفويس نوت دي أول ما ننزل على طول. خلاص ماشي. ماشي. أنا دلوقتي أي حاجة أي حاجة أي حاجة أي حاجة. ماشي. همشي أنا دلوقتي واعملي الفويس نوت دي براحتك. طب يلا. مايونة. مايان قبل ما نبدا مغامرتنا عايز اسالك سؤال سريع، مين كان نفسه يكون معاكي دلوقتي وانت بتعملي المغامره دي؟ ماركو وخالد ودنيا. صحابي. اشمعنى ماركو وخالد ودنيا؟ علشان احنا بنحب نعمل حاجات سوا، وسافرنا الجونه سوا، وسافرنا دهب، ورحنا الاهرامات من قريب، وانبسطنا قوي. طب هقول لك على حاجه لذيذه قوي، ايه رايك تكلميهم دلوقتي فيديو كول وتشاركيهم معاكي المغامره دي وهتعملي ايه بقى وكده؟ طيب ممكن اكلم ماركو بس عشان هو كان لسه بيكلمني من شويه. يلا بينا. ماشي. يا ماركو سامعني؟ يلا سامعك حبيبتي. سامعاك كويس. سامعاك. تعرف انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سكاي دايفنج، عملتها قبل كده وانا شجاعه، متقلقش عليا. نجوم السما